والتطعيمات. وزارة الصحة والسكان بتناشد المواطنين بأن هم يحصلوا على لقاح كورونا قبل شهر رمضان المبارك اللي هيبتدي أول أيامه يوم 2 أبريل المقبل. كل سنة وحضراتكم طيبين، خلاص أيام معدودة وأنا استقبل هذا الشهر الكريم. فالوزارة بتناشد حضراتكم أن أنتوا اللي لسه ما خدش اللقاح يتوجه فورا لموقع وزارة الصحة والسكان اللي أمام حضراتكم على الشاشة لطلب تلقي اللقاح، وده عشان يحصلوا على المناعة الكافية منعا للإصابة بالفيروس، وعشان كمان يتمكنوا من أداء العبادات المختلفة بدون قلق خلال الشهر الكريم. كمان الوزارة بتطالب المواطنين حضراتكم طبعا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني اللي ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة، واللي بتساهم أو بيساهم التطعيم بشكل كبير جدا، بيعدي 90% يمكن في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته. وأضافت كمان الوزارة أن الدولة المصرية يعني لا تألو جهد أبدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وده في إطار طبعا الحرص على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، اللي يمكن الدولة قامت بخطوات مهمة وحاسمة في السيطرة على الفيروس من بداية ظهوره في مصر في مارس 2020 لحد النهاردة. الدولة الحقيقة بتقوم بمجهودات بشكل دوري وبما يتوافق مع الموقف اللي بتتابعه أكيد الوزارة دلوقتي بقى بشكل أسبوعي البيان، ولكن الحمد لله الأعداد ما زالت تحت السيطرة. عليكم باللقاح والتطعيم، هو ده الوسيلة الآمنة مش بس عشان نأدي العبادات طبعا وده أمر في غاية الأهمية، لكن شهر رمضان كمان معروف بالزيارات والعزومات والاحتفالات، فعشان برضو نأمن نفسنا. ويعني اللهم دايما بندعي اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.